جدا. وبرضه ايه الاقاويل في جوازه طبعا من الفنانه راحله سعاد حسني. ايوه تمام. عبد الحليم حب الحب الوحيد الكبير في حياته هو حب السيده اللي توفت في حياته برضه. يعني لم يمهلها القدر وجالها مرض صعب جدا وكانت مطلقه وعندها للطفلين يعني. وتعرف عليها في اسكندريه وجيت تقدم لها جدها رفض وقال لا انا مش مقدرش اتجوزها لحد فنان او كده. فطبعا انهارت وكده وجالها مرض نادر. كانت في بدايته ولا كانت في عز نجاحها؟ يعني الحبه بتوع فيلم اللي هو حكايه حب كده لانه غنى بعديها في يوم في شهر سنه. كان في عز توهج طبعا. توهج كان نجم يعني. فقال له مش عايز اتجوز حد الفنان وكده وبتاع. فانهارت البنت وتعبت جدا وسافرت لندن اتعالجت وجدها جاله وقال له يعني يا عبد الحليم ده اخر امل ان انت تشوفها وكده. فراح لها وقعد معاها فتره كبيره جدا وقال لها ستي انا اتجوزتك ولا اتجوزت قبلك وان شاء الله تخفي ونتجوز وكده. وقعد فتره صغيره وتوفاها الله يعني. قالت له انا عايز اجوزك واطمن عليك حتى يعني عايزه اتجوزه هو في حياتها. هي عايزاه يتجوز. يتجوز في حياتها واطمن عليه كده. قال لها سيبيها بس لله سبحانه وتعالى وتوفت. بعد كده بقى حب الفنان سعاد حسني بس ما حصلش جواز يعني. حصل جواز كنا اول ناس هنقول صحيح. يعني دي السندريلا يعني مين طبعا كلنا نتمنى نتجوز سندريلا ولكن انت عارف لما يحصل حاجه مش حقيقيه فلازم نقول انها مش حقيقيه يعني. بالظبط صح. وطلعوا عقد جواز كده ممكن دي احنا الكلام اللي احنا بنحب نعرفه من اهل بيته يعني. احنا برضو يكون كلام يعني برضو ما فيش اي غبار عليه من عدم صحته يعني. عند حضرتك حق. فيعني احنا بنقول ان هو حبوا بعض جدا فعلا وفي قريب جدا هتنزل مذكراته الصوتيه في بطريقه كده معانا تعرض باذن الله. هو بيتكلم فيها عن حبه للسيده اللي توفت وكمان بيتكلم عن حبه للفنانه سعاد حسني وليه ما حصلش جواز. هو اتكلم بمنتهى الصراحه. فهنسيبه هو يرد بقى. بس ما كانش في عمل فني بيجمعهم يعني في كده واحد بس عمل واحد بس وكان واحد تاني وخلاص يعني. اول عمل فني كان جمعهم كان بنات الصيف من انتاج عم حليم. ودليله تقريبا التالتة. لا اسمه البنات والصيف. كان في فيلم تاني دليله كان مع شادية. مع شادية بعد كده كان هتروح هي بقى هتمثل معاه فيلم الخطايا. ايوه ولكن حسن الامام قال لا انا عايز اجيب مدام ناديه لطفي يعني. وعم حليم طبعا يعني رضخ للمخرج يعني حسن الامام. طيب ايه اللي خلاكم تفكروا تعملوا متحف للعندليب؟ والله يستاهل اكتر من متحف. يستاهل عبد الحليم يستاهل ميدان طبعاً. ميدان بس في كل دول العالم. صاحب الفكره والله انا بالنسبه لي انا من 20 سنه ولا اكتر بنادي بانه ما تعملش حتى متحف لعبد الحليم بس يتعمل متحف اسمه متحف الفن العربي في مصر. احنا مصر هنا عارفه قبله الفن والفنانين جالنا طبعا. كل يعني مناحي الفن جاء ناس هنا واثبتوا نفسهم في كل المجالات. طب ما نجيب مثلا 100 شخصيه ناجحه في كل المجالات ونحطها كل واحد يعمل له كده كوان صغير كده وفي بوكلت صغير واربع خمس مقتنيات كده وحاجات كده ونعرف كل واحد ده عدى على ايه صعوبات في حياته وقدر يوصل. يبقى كل واحد داخل عنده قدوه في مجاله وطلع حاجه يعني. وطبعا طب هتعرضوا في ايه بقى المقتنيات؟ انا باذن متحف عبد الحليم هنحط يعني هنعمل متحف خاص لعبد الحليم ان شاء الله.